أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وطل الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ولن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حسبك. وبسم الله الرحمن الرحيم والاسم الكريم رشيد الماضي. الحمد لله على كل حال. قرينا ما تيسر من كتاب الله في سورة الكاف والحمد لله هذا التجويد هذا والقواعد الحمد لله استفدتهم داخل السجن ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق جميع سراح السجناء والحمد لله على كل حال هذا الخير هذا استفدنا داخل السجن والحمد لله كاين شي إخوة الله يجزيهم بخير وما كاين شي إخوة الحمد لله تعاونوا معايا في هذه المسائل ديال القواعد وكنشكر الله عز وجل وكنحمدوه والموضوع ديالي الموضوع هو المدة دوزت 13 عام متقاطعة ديطاي 6 شهور 3 شهور 4 شهور إلى آخره آخر مدة 3 سنين هاد 3 سنين هادي الحمد لله هي فاستفدت كاع الجميع الحمد لله استفدت التجويد وتعلمت الحلقة رغم الحلقة لغيتها لأن فيها أحكام في الدين لا داعي لذكر المسألة هادي هو الموضوع ديالنا هو داخل التجويد الحمد لله كنشكر الله عز وجل وكنحمدو لهذا الخير هذا اللي كنا بغينا مش حال هادي لأن كنت في طريقة سوء فهمتي كيفاش تحولتي من ذاك الإنسان اللي ربما بين قوسين مجرم في نظرة المجتمع الإنسان اللي ساوي يعني وخد طريق الله هو الحمد لله هذا الخير هذا أنا اللي قلبت عليه فهمتي أنا اللي قلبت هذا الخير هذا أنا اللي قلبت هذا الخير هذا لأنني هذا الخير هذا أنا اللي قلبت عليه ما كاين اللي وراه ليا ما كاين اللي قالوا ليا فهمتي هو تنادم معايا الحال بزاف أو الداخل والله يتنادم معايا بزاف بزاف الحال تنادم معايا هو الحمد لله على كل حال ماشي مشكل يعني ربما خلاك الامر باش انك ترجع لطريق الله يعني كتشوف راسك ما مشيتيش واحد الطريق اللي هي هذيك هو الحمد لله على كل حال هو اش غادي نقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم هو الحمد لله فاش بديت فاش غيرت النفس ديالي راه غيرني الله عز وجل والحمد لله هذا الخير هذا كما قلت لكم كنت كنقلب عليه مش حال هذه فهمتي لانه هو استير
دابا انت شتي ربما الروح ديالك يعني خاصها شي حاجه يعني هو عفوا بعدا عفوا كاين واحد الشيء درتي درتي باك ما كانش واحد كاين واحد الشيء درتي باك حيت ما كانش عندي مع الكاميرا فهمتي اول مره ربما تاني مره دابا فهمتي ثاني مره ما كاينش اشخاص حدايا دابا وداك الشيء فهمتي المهم الحمد لله على كل حال هو هذا الخير هذا هو تنتمنى من الله سبحانه وتعالى الا كان شي محسن ولا شي حاجه فهمتي يتعاون معنا فهمتي لوجه الله ربما انت خاصك انت تندمج داخل المجتمع يعني اشنو خاصك اخلي الميكرو عندك وتكلم باريحيه عادي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو شادي نقول لك الإخوان سمحوا لنا على الارتباك هذا لأنني ما كانش عندي مع الكاميرا هو تاني مرة كنهضر في هذا اللايف هذا هو الموضوع ديالي أنا هو أصلا كنهضر على الرعاية اللاحقة لكن هضرت عليها في ذاك اللايف الآخر الرعاية اللاحقة ما دعمولاش وما عاونولاش كانوا داخل السجن قالوا غادي ندعموكم وكانوا قيدونا واحد التريبورتور فاش خرجنا ما استفدنا من حتى شي حاجه من هاد المسائل دابا اللي داكشي هذا باء منثورا داكشي ما عاد فين مشى ما عاد فين داوه فهمتي هو كنشكرو بعد الله عز وجل وكنحمدو ملي استفدنا هاد الخير هذا وهاد التلاوه هادي وهاد التجويد هذا القران شنو غير فيك القران غير فيها الحياه ديالي كامله لان روي عن عائشه رضي الله عنها كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان قالت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران وكان قرانا يمشي على الارض لان القران نزل الله عز وجل كرحمه فهمتي باش يترشد به الانسان ويتوعد به لان القران هو الدستور ديال الحياه ديال الانسان الا ما كانش القران ما كاين والو وكنعاود كنكرر عفوا على الارتباك حيت ما عنديش مع الكاميرا وما عمرني هضرت في الكاميرا فهمتي ما عمرني هضرت في الكاميرا شنو النصيحه اللي تقول للناس اللي باقي ربما دوزتي معاهم السجن يعني وباقي مستمرين في ديك الطريق هو دوك الناس كنقول لهم هاد المره برادا هو كنقول لهم هاد المره برادا خصكم تواضعوا وخص الانسان يشوف ما يقول الله عز وجل ولان الدنيا صغيره فهمتي الانسان يشوف ما يقول الله سبحانه وتعالى خص الانسان يستغل الفرصه داخل السجن لان السجن مدرسه للاذكياء ومسكن للاغبياء هو السجن راه مدرسه ماشي السجن نهايه العالم ولا شي حاجه يحسبها الانسان شي حاجه لا والو راه السجن راه عادي السجن اربعة ديال الحيوط وقريه وسوارد والانسان خصو يتواضع خصو يفكر مزيان يشوف شوف واش يدير في الحياه ديالو هذاك الشيء راه ما خدامش الدراري الله يجازيكم بخير داك الشيء راه ما خدامش الله يجازيكم بخير داك الشيء راه ما خدامش خص الانسان يتواضع ويقرا الكتاب الله عز وجل ماشي يقول لك انا طالع عليا الدم ويشد الكارو يقول لك انا طالع عليا الدم ويدير شي حاجه الشيء راه والو خص يطلع عليك الدم خصو الضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما اقرب العبد من ربي وهو سجين خص الانسان يتوضا ويعبد الله سبحانه وتعالى ويقرا القران وخصوصا في هذا الشهر المبارك هذا شهر القران وشهر العباده وشهر قيام الليل شهر البركات والنفحات هو غادي نعاود لكم مجددا ربي ما سمحوا لي على الارتباك راه والله العظيم الا ما كاينش اخوان هنا وداكشي ما عمري هضرت في الكاميرا هضرت فيها ثانيا دابا هو الحمد لله راني دابا الحمد لله غادي مع التيسير الحمد لله مع الكاميرا دابا المهم غادي نقول لكم على حساب السجن السجناء كنتمنوا من الله عز وجل هاد المرة الله يطلق سراح جميع السجناء هو السجن ماشي فيها مجرم ولا فيه راه كاين دكاترة داخل السجن كاين اللي عنده دبلومات كاين اللي عنده شحال من حاجة داخل السجن وما كيستافدش هو كنوجه دابا كنوجه من هاد المنبر هذا كنوجه الرعايه اللاحقه ادماج السجناء الله يجازيكم بخير شوفوا من حق السجين راه السجين مظلوم راه مظلوم السجين عباد الله راه كاين اللي غير الحياه ديالو داخل السجن راه كاين اللي غير الحياه ديالو داخل السجن ماشي هو دار المشكل داخل على برا ودخلوا للسجن صافي انه مجرم لا حاشا داك السجين اللي حقرطوه راه كاين اللي استفد داخل جاهم كحداكم مسجون الحمد لله على كل حال اشكر الله عز وجل واحمده غير الحمد لله استفدت اعوذ بالله اعوذ بالله راه لولا كان اشوف راه السجن كما كان فيه خير رغم ما يشي يطلبوا سيدنا يوسف عليه السلام اش قال السجن احب الي مما يدعنا اليه وان لم تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين لو ما عرف ما علم السجن فيه خير راه ما يشي يطلب السجن
راه اي دعوه كون دعاها ذاك النهار كون استجب لي الله فيها، ولكن هو طلب السجن لان السجن فيه حكمه، راه السجن فيه حكمه. الحمد لله كاين شي اخوه الله يجازيهم بخير، كنشكرهم وكنعاود نشكرهم الله يجازيهم بخير. فهمتي هو اصلا انا قلبت على هذه المساله، هذه قلبت على هذه المساله وبحثت عليها، فهمتي انا اللي بغيت هذا الخير هذا. وهذوك الاخوه تعاونوا معايا باش تعاونوا معايا بالكتب بنو كثير، وتعاونوا معايا بالكتب بزاف، كنشكرهم من هذا المبر هذا. وقريت الحمد لله مزيان والقران حتى هو عطاو ليا عن روايه ورش وروايه نافع، روايه ورش وروايه حفص، وحنا كنقراو الحمد لله المغاربه بروايه ورش، وتعلمت الحمد لله القواعد. واحد الاخ كان كيجي من على برا، كان كيجيبو من كنا في السجن ديال تالودنت، ملي كان كيجيبو من على برا واحد الامام ديال المسجد كانوا كيجيبوه، كنت كنستافد معاه من غير دوك الاخوه اللي كانوا داخل السجن. هذا واحد الاخ كان كيجي من على برا، كان كيعلمنا القواعد وكيعلم. الحمد لله توفقت، كنشكر المهد المبرا هذا، توفقت الحمد لله وجيت انا الوفد جوي في تالودنت، وجيت انا التاسع في المغرب الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. فهمتي انا الامنيه ديالي من هذا المبرا هذا، فهمتي ما طلب مثلا الله عز وجل اللي كيرزق اولا، والله سبحانه وتعالى هو اللي كينعم على العبد ديالو، لان الله سبحانه وتعالى اش قال في كتابه العزيز، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله عز وجل كيقسم بالذات ديالو، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى كيقسم بالذات ديالو بان الرزق ديالك كاين عند الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كيقسم بان رزقنا كاين عنده، ما تحتاج. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. انا الطلب ديالي راه قلتو في الاول، هو دوك الرعايه اللاحقه ما دعمونا حتى بشي مساله، داكشي واش كلاوه واش داوه انا الله اعلم، انا خرجوا لي ريبورتو داخل المؤسسه. انا دابا مولا وليدات ودوش الحمد لله من رخص من السجن، تزوجت ودرت كريسه كنترزق فيها الله، فهمتي. المهم البركه ما تيسر ماشي شي حاجه نيتني، فهمتي. انا كنطلب من الله عز وجل، ثم كنطلب من كاين شي محسن بحال هكا ماشي كا كان. المهم انتم راه عارفين اش بغيت نقصد، شي محسن يدعوهم شي بركه ولا شي حاجه، نتقداوها شي تريبورتو باش نبقى نمشيو حتى حنا نجيبو سلعتنا ان شاء الله، ونترزقوا على وليداتنا ونترزقوا على الاسره ديالنا. نبدا حياه جديده الحمد لله، راه بديت حياه جديده الحمد لله وبيت نبداها وان شاء الله. كان وعد راسي الحمد لله ما باقيش غادي نرجع لديك المساله، هو داكشي ما خدامش ليا، وندمت ندما شديدا، ندمت ندما شديدا علاش كاع درت دوك المسائل كاملين، والله العظيم الا ندمت ندما كنتاسف من هذا الامر هذا، ندمت ندما شديدا ملي كدرت دوك المعاصي وشربت ودخلت السوق راسي ودخلت الهلاك راسي، ندمت بزاف والله العظيم الا ندمت بزاف. واخا كان الحمد لله عز وجل وكنشكره لان فهمتي اش قال الله سبحانه وتعالى في الايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن واحد الآية أخرى إن شاء الله لا تذكرتها إن شاء الله غادي نقولها. هو الحمد لله داكشي خير، عسى أعوذ بالله من الشيطان، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. داكشي راه خير، رغم هو كنشوفوا حنا شر وداكشي، لولا داكشي الحمد لله ماشي نوليو كيف حال هاد المسائل هادو. هو الحمد لله كنتمنى من الله عز وجل وكنتمنى من جميع المسلمين الا كان شي بحال هكا. المهم بما ان الموضوع راه هضرت فيه وغادي نهضر دابا على داخل السجن، نكملوا الموضوع داخل السجن، والله يجازيكم بخير يا السجناء. كنسال الله عز وجل الله يطلق سراح جميع السجناء، اللي عنده شي مسجون ولا اللي عنده شي مسجون الله يطلق سراحه، يا ربي تفرج عليه من هذا المبر هذا، يا ربي تبارك وتعالى تفرج عليه وتهديه الى طريق المستقيم، وان شاء الله تشوفوا ولادكم وتشوفوا الابوين ديالكم وتشوفوا الاخوان ديالكم في احسن الاحوال ان شاء الله. هو خاص الامام يطوال اللي كيسمعني دابا نهض المنبر هذا، خاصو يطوال اللي عنده شي مزيون نصحوه يرشدوه يدير ليه الصلايه باش تبدا. انا كما انا شكون قال عليه الطرفيه، والله العظيم شنو هو اللي الطرفيه، هو كان الاخوان كيصليو حدايا وانا ما كنتش كنصلي، كنشوف راسي ما كنتش كنصلي. امي الله يجازيها بخير، الام ديالي كانت كتجيب لي صلايه، مره تجيب لي قران، تنقول واه علاش امي انا كتجيب لي هذا القران، كتجيب لي صلايه، كتجيب لي فوقيه، كتجيب لي السجن كانت كتجي عندي في الزياره وكتجيب لي فوقيه، تجيب لي صلايه، كل مره كتضربني بمساله وانا كنقول واه الوالده اش كدير هذه المساله هذا. يعني الله عز وجل رسل الام ديالي ودوك الاخوه باش الحمد لله نترشد انا للطريق، والحمد لله شفت راسي ما داكشي ما خدامش ليا ولا هو عقل باقي. الله العظيم شاد الصلاه اللي جابتي الام ديالي وشاد فوقيه
والناس كيصلوا لي، انا كنبكي بالله، كنكمل الكار والله يعفو. ديك لا قلت الحمد لله دابا عفى علي الله عز وجل، شاد الكار وكنكمل فيه، كنقول شوف عباد الله كتصلي وانا ما تنصليش، وشوف الام ديال جابتيها صلي وجابتيها قميص وانا ما ولا هذا الشيء، راه لا اله الا الله. والحمد لله حتى والله العظيم عقلي باقي، مشيت دخلت ديريكت الملحظ ولا ندوش، والله العظيم باقي عقلك، بسم الله دوشت طضيت وانا نبدا معاهم ديك اللحظه. والله العظيم الغد ليه، ماشي ديك اللحظه، الغد ليه، الغد ليه صلاه تروح داخل السجن على شي في رمضان، اش كنهضر ليكم سبحان الله العظيم. وانا نبدا معاهم من ديك الوقيته الى يومنا هذا، رغم عندي كنت في السجن بحال هكا كنلعبوا الكره، كنا كنلعبوا ديك الساعه كنلعبوا بالكارو، كنشدوا الباكيات ديال الكارو كنلعبوا في الكره في لاكور، وبشي بشي كانت تغيير، كنقول هادشي ما خدامش، لا حرم الله عز وجل، بلاتي نحيدوا داك القمر، بلاتي نحيدوا هادي، الحمد لله توصل هاد المسألة هادي، هو كنشكر الله عز وجل وكنحمد الله العظيم. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، أسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.